بتواجدي مع هذه الثلة المباركة من طلبة العلم والعلماء والمشايخ الدعاة، سائلين الله عز وجل أن يبارك في جهود هذه الأكاديمية وهذا المعهد، وأن يعيننا على دحض هذه الشبهات التي يهاجم بها الإسلام والتي تسلل منها الكثير لغرس الشبهات في عقول وقلوب شباب وبنات الأمة الإسلامية. فجزاكم الله خيرا على هذه الجهود، ولعلي أساهم معكم بما يتيسر في موضوع حساس، ألا وهو موضوع النسوية وما أوصلت إليه المجتمع في هذا الزمن الغابر. طيب، كنت أريد أن أقدم المحاضرة بشكل تقليدي وأسرد لكم شبهات النسوية وتاريخ تأسيسها إلى غير ذلك، لكن هذه المادة موجودة ومتاحة، ولي فيديو فيه حوالي ساعتين يناقش أو يعرف هذه الأمور، لذلك سأحاول أن أركز على الجزئية المهمة التي أراها هي محور الإشكال في قضية النسوية، وهي رحلة التمني المنهي عنه. وقبل أن نتحدث عن هذه النسوية ونعرفها أو نعرف ما مشكلة الإسلام معها، يعني قبل أن نعرفها، ما هي مشكلة الإسلام مع الفكرة النسوية؟ لماذا نعتبرها مشكلة؟ وما المانع في أن يتساوى الرجل والمرأة ويقوم كل منهما بنفس الدور وتشاركه في كل شيء وتنال نفس حقوقه وتكون حاكمة على البلد وتكون رئيسة للوزراء؟ لماذا لديكم هذا الإشكال أو هذه العقدة أو هذه الأزمة في موضوع كان يمكن أن يكون موضوعا طبيعيا كما هو الحاصل في الغرب؟ ولذلك ضروري أن نتصور ما المشكلة التي تطرحها النسوية، وأود أن أسمع الجواب منكم قبل أن أقدم جوابي ورؤيتي فيه. من يجيب؟ السلام عليكم. سلام، تفضل اسمح. والله حضرتك، هو في نسوية يعني نفقد الأسرة، بالمختصر المفيد في نسوية يعني فقدان الأسرة، وإذا فقدت الأسرة فقد كل شيء. طيب، هذا جانب. من يضيف؟ ما مشكلة الإسلام مع النسوية؟ كيف فقدان الدين يا أخي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بالنسبة للنسوية، من النتائج السلبية إن بيكون المرأة، بصير المرأة حرة اقتصاديا، بصير تستغني عن الرجل وعن الأسرة بسهولة يعني. طيب، هذه مشكلة أخرى، كسر القوامة. طيب، لماذا أصلا تريدون القوامة؟ أنتم ذكوريون تريدون أن يتسلط الرجل على المرأة؟ إذن دعوني أكون أنا في الطرف الآخر وأرد عليكم هذه الادعاءات. سأقول لكم لا يمكن أن تحافظ المرأة على الأسرة وتحافظ على دورها في المجتمع، وقد رأينا كثير من النساء كانت لهم أدوار في المجتمع وحافظوا على أسرتهم، ومارغريت تاتشر وزيرة رئيسة الوزراء كان لديها أطفال ولديها أسرة. موضوع الاستقلال المادي عن الرجل هذا ليس مشكلة، لماذا تجعلينه مشكلة؟ جيد، المرأة يكون لها
ارتباط بالرجل عاطفي وارتباط وجداني، بحيث أنه لو لم تجد راحتها معه تستطيع أن تغادر بيت الزوجية في أي لحظة. لماذا تريدون أن تبقى يعني مقهورة وصابرة على الرجل لأنه فقط ينفق عليها؟ آه خلاص، ليس لديكم حجة. السلام عليكم. السلام. يعني من جهة نظري أنا كامرأة، يعني إنه إحنا ما يعني فطرتنا ما بنعرف ناخذ قرار مصيري أو مترددات وحتى متمردات. يعني إن أعطيتنا سلطة إحنا نتمرد، يعني ما ن... يعني بالفطرة ما بنعرف نستغل، يعني نستغل السلطة، وإن كان في حدا بيعرف يستغل هاي السلطة فهن الاستثناء وليس القاعدة. يعني طيب، قد يقول لك شخص يعني أنت فقط لأنكم ربيتم هكذا، لو ربيت على اتخاذ قرارك بنفسك ومنذ الصغر وأعطيت الثقة وستكونين لا، أنا متربية على اتخاذ القرارات بنفسي ومن تجربة، يعني أنه فعلا أنا دائما بحاجة يعني شخص ياخذ القرارات المصيرية عني. حتى لو أنا هذا الشخص أعطاني الاختيار أني أنا أخذ هذا القرار، فأنا دائما بحس أنه فطرتي بحاجة أنه لا بحاجة أنه هي بحاجة قيادة. طيب، إذا لاحظتم الفراغ الحقيقي في موضوع النسوية هو في بيان المشكلة وتوصيفها، لأن كل ما قلناه الآن يعتبر عند شريحة كبيرة من المجتمع ومن الإسلاميين أنه ليس مشكلة، ولذلك النتيجة التي تصل إليها النسوية والنتيجة التي تصل إليها النسوية الإسلامية سواء، كلاهما يصلان إلى المرأة المستقلة المشاركة في أدوار الرجل في المجتمع، أي المرأة التي تمنت أن تكون مثل الرجل. ولذلك إذا ركزنا في هذا الجزء وفهمناه وأجبنا عليه بوضوح، بينا هذا الفرق في الاستعدادات الخلقية في الدور الاجتماعي الذي خلق الله له الذكر والأنثى، هنا في الحقيقة نستطيع أن نوجد جدارا فاصلا فكريا بين النسوية والإسلام، وهو ما حاولت جاهدا أن أصل إليه عبر كتاباتي وعبر كتابي الأخير الخليفة المسكين. فهذا هو المسار الذي إن شاء الله سوف نتحاور فيه في هذه المحاضرة. إذا أردنا أن نعرف مشكلتنا مع النسوية، يجب أن ننظر إلى مآل هذه الفكرة، إلى ثمرتها. ماذا تعطينا النسوية؟ تعطينا رجلا ورجلا بشعر طويل. تعطينا رجلا ورجلا بشعر طويل، أي أنها في الحقيقة تقتل الأنثى وتئد الأنوثة. وإذا كان العرب الجاهليون يئدون الأنثى، فالجاهلية المعاصرة تئد الأنوثة، أي تسلب المرأة من أنوثتها التي هي في الحقيقة نمط عيش ودور تقوم به في هذه الحياة. لو لاحظنا جميع المخلوقات من حولنا سنجد أن هذه المشكلة لم تحصل لدى أي مجتمع من المجتمعات، مجتمع النحل، مجتمع النمل، مجتمع القردة، مجتمع الأسود والسباع وغيرها من التجمعات الاجتماعية والتي درسها علماء الاجتماع، فاكتشفوا أن بالفعل دائما هناك خصائص لدى الذكر وخصائص لدى الأنثى وأدوار اجتماعية مرتبطة على هذه الخصائص. إذا لاحظوا معي ارتباط الدور بالخصائص، ارتباط الدور بالخصائص، وهو ما يعبر عنه القرآن بالتفضيل. إذا ثمرة الفكرة النسوية أن تستيقظ المرأة في الصباح وتخرج في الساعة السابعة صباحا وترجع في الثامنة مساء، هذا هو المظهر الخارجي. المظهر الخارجي للفكرة النسوية هي أن تدخل إلى المدينة أو إلى القرية المسلمة فتجد نساءها في طوابير ورجالها في طوابير،
في الحافلات وفي القطارات وفي المصانع وفي، ولذلك إذا لم نستنكر هذا المشهد الخارجي، فإن استنكارنا للفكرة الداخلية لا يهم، لا يهم. آتي أنا وأقول لك أنا ضد النسوية، والرجل له دور وله دور، ولكن لا بأس أن تشارك المرأة في أدوار إذا استطاعت أن تجمع بين الدورين. فأغمض عيني وأفتحها فأرى المجتمع يخرج كله من الصباح للمساء بغض النظر عن الأفكار. طيب، ما المشكلة في هذا؟ هنا نرجع إلى فكرة الأسرة التي أشرتم إليها، والأدوار العملية التي تحتاجها هذه الأسرة، أي إلى عدد الساعات اليومية التي يحتاجها كل طفل في المجتمع من الأمومة. إذن إذا كانت النسوية خطرا، فإن خطرها يكمن في خروج المرأة من بيتها. ومن هنا نفهم كيف أن القرآن الكريم والسنة النبوية والأحاديث وكلها تدور حول إعفاء المرأة من الخروج. لماذا؟ لأن خروج المرأة للمجتمع يعتبر خطرا عليها وخطرا منها وخطرا على أبنائها. هذه 3 أنواع من المخاطر. خطرا عليها بطبيعة التكوين الذي خلقه الله عليها، وهي أنها لديها الأنوثة، لديها هذا الجمال، لديها هذا الشيء المطلوب الذي يطلبه الرجل، وبالتالي يتحين الرجل أي فرصة لينال ذلك الشيء، والذي تعبر عنه الشريعة بالعرض. طيب، والخطر منها أنها بخروجها تصبح مستفزة للرجل، مثيرة لغرائزه، محفزة لشهواته، وبالتالي يصبح اقترابها منه وطوافها حوله وجلوسها إلى جنبه وحديثها معه، تصبح كل هذه مفسدات للمنظومة الطبيعية التي أوجد الله عليها الإنسان، وسوف نشرحها بالتفصيل. إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل خروج المرأة خطرا، وقال إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، وقال أنت سهم الذي إذا رميت به لا أخطأ. ما معنى استشرفها الشيطان؟ يعني نفسرها باللغة الإدارية أنه جعلها ضمن خططه، فالاستشراف هو النظر إلى الشيء القادم من بعيد، فإذا جعلها ضمن خططه واستخدمها بالقانون الغرائزي الذي يحرك البشر، وهو أقوى القوانين الثلاثة التي تحكم البشر، وهو القانون الغرائزي والقانون الأخلاقي والقانون العاطفي. هذه 3 قوانين تحكم العلاقات الزوجية والعلاقات الإنسانية بشكل عام، وأقواها هو القانون الغرائزي. دعونا نفهم إذا خطر خروج المرأة وأثره على انهيار المجتمعات، ولذلك ستجدون هذه العبارة تتكرر عند كثير من العلماء، فإن أساس هلاك الأمم خروج المرأة من بيتها. إيش علاقة خروج المرأة من بيتها هلاك الأمم؟ الآن سوف نشرح هذا عبر محرك الـ MMW. طيب، لاحظوا هذا المحرك الذي نسميه محرك الحياة، وهو MMW. الام هنا تعني المان اي الرجل، والام الثانيه تعني الموني، والدبليو تعني المراه. وهذه الدي هي الديزاير او الشهوه، وهي الطاقه التي تحرك هذا الانسان في حركته اليوميه. اذا الرجل خلق ليجمع المال، وهمته وجهده متوجه الى المال، فاذا جمع المال ماذا يفعل به؟ يأتي به إلى المرأة، سواء في الحلال كزوجة أو في الحرام كبغاء أو غير ذلك. فنهاية المال عنده المرأة. طيب، ما الذي يجعله يمر عبر هذه الطريق ليصل إلى المرأة؟ هي هذه الشهوة المقلقة أو الماء المقلق للرجل. طيب، المرأة تتمسك بالرجل
لأنه وسيلتها نحو المال الذي هو القيام. الله عز وجل سماه القيام، فلا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم بها معيشتكم وحياتكم. ولذلك الإسلام عندما يتكلم عن الزواج يتكلم عن المهر، وعندما يتكلم عن الطلاق يتكلم عن المهر. أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذي منه شيئا، تأخذ. لماذا يركز الإسلام على المهر؟ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فيه. لأنه إذا فسدت هذه الحركة تعطل هذا المحرك الغريزي للبشر. كيف يتعطل هذا المحرك؟ يتعطل في حالتان، في حالتين. طيب، الحالة الأولى إذا وصل الرجل إلى المرأة بدون طريق المال، أي بدون المهر وبدون النفقة وبدون البيت وبدون الأثاث اللي هو تكاليف كبيرة يحتاجها لكي يسلم، فوصل إليها بمجرد العاطفة والحب والزمالة وإلى غير ذلك، ماذا يحصل؟ يتوقف عن القيام بهذه الالتفافة الطويلة، فهو يصل إليها مباشرة، وبالتالي لا يتزوج. يصبح لدينا ما نسميه عزوف الشباب عن الزواج، وفي المغرب مثلا وصل هذا العزوف إلى 75% من الشباب. لماذا؟ لأن المطلب أصبح يناله مباشرة، فلذلك لا يحتاج هو أن يذهب ويأتي بمهر ويأتي بعرس وأشياء وتكاليف وينفق ويدفع إيجار لا. وهذا يجعل المجتمع يصبح توجه إلى المال توجه المال السريع الذي يقضي به الحاجة. فتجد مثلا دول هذه لا تبنى فيها البيوت الكبيرة، لا تكثر الأسر، وإنما كل شاب يعيش في شقة صغيرة فيها غرفة وصالة، لأنه ستأتيه فتاة أو سيذهب عند فتاة، ليس محتاج إلى البناء. طيب، يفسد أيضا في الجزء الآخر من جهة المرأة إذا أصبحت تصل هي مباشرة إلى المال. إذا أصبحت تصل مباشرة إلى المال أصبح لديها أيضا هي انحراف عن الرجل وعدم تقبل لأي رجل، لأنها ستحتاج رجل بمواصفات معينة، وبالتالي تتغير آلة حركة المجتمع، ويصبح المجتمع في حالة توقف تام، وهو ما حصل اليوم في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا وفي ما بقي إلا بعض الدول في أفريقيا والدول الإسلامية، بقي هذا المحرك شخص. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المفسرون يقولون السفهاء النساء والأطفال، وهنا السفه، السفه في التصرف في المال وليس السفه هو الحب. ولماذا يقول المفسرون هذا؟ لأنها في سورة النساء، ولأنها قبلها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء. ولأن الرجل في الأصل لا يؤتي ماله إلا لصاحب حق أو زوجة أو طفل، فصاحب الحق هو رجل آخر لا بد أن يعطي حقه، والذي يدخل ضمن لا تؤتي أموالك هم النساء والأطفال، أما غيرهم فأنت لا تؤتيه مالك بالفطرة وبالغريزة. لذلك وجود من يقول لك لا تعطي مالك للرجال الأجانب، فتقول له أنت مجنون، أنا لا أعطي مالي إلا لمن يستحق. من الذي يعطيه الرجل ماله دون مقابل مادي؟ هي الزوجة والأطفال. ولذلك المقابل المعنوي الذي تقدمه الزوجة هنا كاف بأن تستحق كل ما يكسب الرجل. وهنا أصبحت لدينا نظرية نسميها الـ90 والـ70، أي أن الرجل الذي يأخذ $1000 كم يعطي منها للمرأة؟ رجل راتبه $1000 كم سينفق على زوجته؟ وكم سينفق على نفسه؟ أرجو التفاعل. السلام عليكم. السلام.
طيب معاكم معاكم عبد الرحمن. إذا اتعامل حياتي. بنظرية التوفير إنه يوفر 10%، مثلا وفر 10% فبيجيب نفسه يعني يصرف على يعني يمكن يصرف على نفسه 20، باقي 70 ممكن تكون للأسرة وللزوجة. طيب حتى العشرة هي للأسرة، لأن التوفير هو من أجل الأسرة، من أجل أن يبني الأسرة. ولذلك الغالب إنما ينفق على نفسه 10%، لأن الرجل ليس لديه احتياجات كثيرة، سيأكل من أكلهم وسينام في بيتهم، الملابس والكماليات وهذا بالنسبة لي ليست مهمة، المهم هو تأمين الأسرة والأبناء. طيب الراتبة الوظيفة هذه اللي بألف دولار، لو خرجت وأخذتها المرأة بكم تأخذها؟ هنا ننقص 30%، لأن راتب المرأة أقل من راتب الرجل ب 30% غالبا، وتأخذها ب 700 دولار. إذا لاحظوا نفس الوظيفة لو أعطيناها للرجل سيأخذ، ستصل المرأة منها 900 دولار. المرأة لو أخذت هذه الوظيفة ستأخذ فقط 700 دولار. لاحظوا المشكلة الأخرى، أن الرجل عبر هذه حسب هذه النظرية هو مجرد موصل للمال، مثل السلك الموصل للكهرباء، فيذهب يشقى يأخذ هذا المال فيوصله إلى المرأة ويشعر هو بالسعادة نفسيا، يشعر بالسعادة أنه قد وفر لها واشترى لها وأن لباسها أفضل لباس وذهب أحسن ذهب. هناك محركات أخرى قد نشرحها في دورات أخرى التي تجعله يشعر بهذه السعادة. تعب وتضارب وتسلف وفعل لكي يشتري لها خروف العيد فيشعر هو بالسعادة أنه اشترى خروف. فلاحظوا معي هذه الحكمة الربانية في إخدام الرجل للمرأة، إخدام الرجل للمرأة، وهذا سنتكلم عنه في مظاهر التكريم. وبالتالي المال إذا أخذته المرأة لا توصله لأحد، لأنها لا تستطيع أن تقوم بهذه العملية وتجعل يعني تأخذ الوظيفة ثم تذهب إلى البيت وتطرق وتقول أنا أريد أن أتزوج وأسس أسرة وتتزوج الرجل وتنجب الأبناء، لا. فأصبح لدينا نوعان من المال، مال مثمر هو الذي يقع في يد الرجل، ومال مجدث هو الذي يقع في يد المرأة لأنه لا يثمر أسرة. طيب لو أتينا إلى مجتمع فيه 100 شخص، 50 رجل و50 امرأة، وأعطيناهم 100 وظيفة، كل وظيفة ب 1000 دولار، فهذا المجتمع إذا أعطى الوظائف للرجال، عفوا 50 وظيفة، إذا أعطى 50 وظيفة ل 50 رجل، ال 50 رجل سيتزوج 50 امرأة ويصبح لدينا 0 عنوسة و0 بطالة. لو أعطيناه لمجتمع يؤمن بفكرة النسوية فسيعطي 25 وظيفة للنساء و25 وظيفة للرجال. طيب إذا أعطينا 25 وظيفة للنساء و25 وظيفة للرجال، صار لدينا نصف المال في المجتمع مال غير مثمر. يعني كم عاطل ستجد في تلك القرية؟ خلينا نسميها قرية شيب، أي شراكة، مجتمع مشترك فيها 50 رجل و50 امرأة، وأعطيناهم 50 وظيفة فقسموها، أعطوا 25 للرجال و25 للنساء بسبب الأفكار النسوية. كم عاطل للعمل في هذه القرية؟ ها؟ 25 عاطل عن العمل، وكم عانس؟ 25 25. ليش؟ يعني نصف المجتمع بين عانس، نعم، يعني نصف المجتمع بين عانس وعاطل. بين عانس وعاطل، يعني إذا مجتمع فيه 100 شخص صار 50% منهم معطلين عن دورة أداء الحياة وظائفهم الطبيعية. الحيوية. طيب المجتمع الآخر هو نفسه بنفس الكمية نفس، لكن ليس لديه فكرة نسوية، أخذ 50 وظيفة أعطاه ل 50 رجل، 50 رجل أخذوا هذا المال وأعطوه ل 50 امرأة وهم يضحكون وهم فرحون، بينما الأخرى التي خرجت للعمل أخذت العمل بمخاطر كثيرة، خاطر عليها ومنها وعلى أطفالها. طيب خلينا نشوف أثر الاقتصادي لهذه المشكلة.
طيب الآن لدينا 100 ألف، 50 ألف دولار شهريا تعطى لهذه القرية، 25 ألف دولار هذه اللي في قرية قاف اللي هي قوامة تعطى للرجال. الرجل يفكر دائما في تأمين مستقبل أولاده، تأمين كذا، البيت. يعني أول إشكال عند الرجل هو البيت، سيشتري البيت أو سيبني البيت. إذا سيصبح المجتمع كله يدور في حركة بناء، لأن يعني عندما تبني البيت يشتغل النجار ويشتغل الحداد ويشتغل، وأيضا عدد الأسر في هذه القرية اللي هي 50 أسرة والنساء متفرغات، وبالتالي سيعطينا عدد كبير من الأبناء. خل شيء في ال10 سنوات سيصبح لدينا لدى كل أسرة خمس، من 3 إلى 5 أبناء. عدد هذه القرية سيتضاعف في 10 سنوات، سيتضاعف العدد. بينما القرية الأخرى 25% 50% من مواردها لا تؤسس بيوتا. طيب أين تذهب هذه الموارد؟ ونعطيها للمرأة، والمرأة ليست مكلفة بإنفاق، ليس وراءها مسؤولية مادية. إذن هذه الأموال ستذهب في الكماليات. فهذه القرية نفسها إذا زرتها ستجد مشاريع مختلفة عن هذه القرية. هنا ستجد ماركات، ستجد مكياج، ستجد محلات مساج، ستجد ترف. هنا ستجد نجارة وحدادة وبناء ومقاولات وبنشري وكذا، لأن الرجل عندما يبقى له شيء من المال يستثمره. المرأة المال بالنسبة إليها تجمل به نفسها. لماذا؟ لماذا المرأة عندما نعطيها المال تجمل به نفسها؟ لأنها تشعر بأنها خلقت سكن، وهذا سنأتي في فكرة الخليفة والسكن، لأنها تريد هذا الرجل. وبالتالي بعد 10 سنوات أو بعد 50 سنة سيظهر لك فرق كبير في ما صنعته هذه الفكرة في المجتمع. لأن هؤلاء النساء الذين يخرجن، اللواتي يخرجن كل يوم بسبب الاكتساب، سيحتككن بالرجال وهن غير متجوزات أو فيهن غير متزوجات، وبالتالي سيصبح احتمالات الفساد في هذه القرية أعلى ب100 مرة من القرية الأخرى، لأن النساء هناك لا يخرجن، ليس لديهن إكراه على الخروج، لأن العمل يصبح يكره المرأة على الخروج. طيب أيضا نسبة الطلاق في القرية قاف لن تجد طلاق إلا النادر، إلا النادر. لماذا؟ لأن المرأة في ذلك المجتمع مكانتها الاجتماعية هي زواجها، ليس فقط المال، لاحظوا حتى المكانة الاجتماعية، وهذا سر من أسرار الترابط، سر من أسرار الترابط. طيب فإذا طلقت ليس لديها إلا أن تبحث عن رجل آخر أو تنتظر في بيت أبيها، ليس لديها شيء آخر تفعله. لذلك من اشتغل منكم في مجال الاستشارات الأسرية سيجد أن أكبر مخبب للمرأة على الطلاق هو دراستي وشهادتي وأرجع لعملي وأبني حياتي، فيصبح هذا الدور هو مخبب للمرأة، الدور الاجتماعي. هذه القرية شين سيظهر فيها الطلاق، سيظهر فيها أبناء مطلقات، سيظهر فيها الزنا، يعني ستنزل عليها مصائب ولعنات ربانية بسبب فكرة بسيطة وهي خروج المرأة للعمل. واضح؟ وهنا ندرك أن فكرة النسوية هدفها قتل المجتمعات، قتل المجتمعات وتدمير هذه الآلة التي تشتغل بشكل غريزي فطري. كيف؟ هذا الرجل الذي يجد الشهوة في نفسه، في هذا الديزاير، تصبح هذه الشهوة ضاغطة ومقلقة. طيب كيف يقضيها؟ المجتمع لا يتيح له إلا أن يطرق باب رجل ويخطب من عنده ابنته. طيب لكي يخطب ابنة رجل ماذا يحتاج؟ ها ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى المال والمنزل المال تأمين الحياة. والاختيار. نعم، يحتاج إلى شيئين، يحتاج مال ويحتاج تزكية من المجتمع، يحتاج أن يقول هذا رجل.
فأصبحت هذه الشهوة التي نحن نذمها هي الدافع الطبيعي نحو الأخلاق ونحو المال. لذلك الشهوة ليست خطأ، الشهوة طاقة محركة في الإنسان، لكن يجب أن نوجد لها طريقا سليما. فإذا وجدنا لها الطريقة السليمة بإبعاد الرجال عن النساء، بحث الرجال عن النساء وفق الطرق التي يبيحها الشرع، هي إذا أتاكم من ترضون دينه وفق، لا بد أن يعجل الشاب بالنضوج. وهذا أيضا ملاحظة مهمة، المجتمعات التي تحجب الرجل عن المرأة يعجل الشاب بالنضوج. لماذا ينضج بسرعة؟ لأنه ليس له حل إلا أن ينضج ويكون رجلا ويكسب المال لكي ينال حقه من هذه الشهوة. فهي دافع مقلق يدفع الشاب في المجتمع الطبيعي نحو أن يكون رجلا، أي أن يتسم بمجموعة من الصفات يضعها له المجتمع حتى يصبح أهل في عين المجتمع ليتأهل. لماذا يقولون تأهل؟ أي أصبح أهلا للزواج. لا بد له من أخلاق ولا بد له من مال، فأصبحت الشهوة عامل بناء داخل منظومة المجتمع. إذا أعطينا المرأة وقربناها منه تصبح الشهوة عامل انحراف، تصبح الشهوة تدفعه لأن يحتك بهذه الفتاة ويقترب منها بشتى الطرق. وإذا لم نصدق هذا في عالم الإنسان، تعالوا نرى في عالم الحيوان كيف يتصرف الحيوان إذا مرت بجنبه الأنثى. الخيل إذا مرت جنب الأنثى يبدأ يتحرك كله، هذه الطاقة نفسها موجودة لدى الرجل، لا نستطيع أن نكبتها، نستطيع أن نوجهها لأنها ماء والماء لا يحبس. فإذا قربنا منه المرأة بدأ يدور بشكل مختلف عن الدورة الطبيعية التي ينبغي أن يدورها. فبدأ الآن ينتظر حتى يبني البيت وحتى يحصل العمل، هي موجودة جنبي، أرسل لها رسالة، قل لها كلمة، أتميلح كما يقولون. فإذا خطر الفكرة النسوية أنها فكرة تقتل المجتمعات، ولذلك حاولت المجتمعات الغربية أن تحل إشكالية معدل الخصوبة الذي نزل إلى مستوى خطير. في أغلب الدول في العالم نزل معدل الخصوبة عن 2.1، التي الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي إذا نزل عنه يتناقص المجتمع. ونحن في دولنا العربية وصلنا أيضا إلى هذا المستوى، لكن لم ننزل عن 2.1 إلا بعض الدول، مثلا السعودية نزلت عن 2.1، قطر نزلت عن 2.1، أما الغرب أوروبا 1.7، 1.2، 1.6. لذلك تظهر الشيخوخة، ليس هناك أجيال صاعدة، العدد يبدأ يقل، يبدأ يتقلص. ما القنبلة التي دمرت هذه المجتمعات وقتلت منها ملايين التي كان يمكن أن تكون موجودة؟ فكرة بسيطة اسمها النسوية، أي خروج المرأة إلى ميدان الرجل، أي تحقيق تلك الأمنية التي تمنتها المرأة وقت نزول القرآن. ماذا تمنت النساء وقت نزول القرآن؟ لو تغلق هذه الصورة أخي. يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. راجعوا كل كتب التفسير تجدون هذا المعنى. يقول ابن جرير الطبري، ذكر أن ذلك نزل في نساء تمنين منازل الرجال وأن يكون لهم ما لهم، فنهى الله عباده عن الأمان الباطلة وأمرهم أن يسأله من فضله، إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق. ولاحظوا اليوم حسد المرأة للرجل الذي تكلم عنه علماء النفس، صنفوا فيه وسموه حسد القضيب، وأول من نشر هذا المعنى هو فرويد، وإن كان تعبيره أو وصفه مائل إلى العقدة التي جعلها محور الإنسان وهي عقدة الجنس. ونحن لا نجعلها عقدة في الام ام دبليو، ولكن نجعلها محرك، ونتفق مع فرويد في أنه هو المحرك الأساسي في ميكانيزم المشاعر عند الإنسان.
ثم ذكر هنا الكثير من الأحاديث عن أم سلمة وغيرها، قالت: يا رسول الله، تغدو الرجال ولا نغزو، وإنما لنا نصف الميراث، فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم. وعن أبي نجيح عن مجاهد قال: قول النساء: ليتنا رجالا فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال. طيب، وتعرفون حديث المرأة التي جاءت إلى الرسول فقالت: الرجال يغزون ويجاهدون ويحجون ويتصدقون بأموالهم. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن حسن تباعد إحداكن لزوجها يعدل ذلك. طيب، لماذا تتمنى المرأة دائما مكانة الرجل، ولا نجد أن الرجل تمنى مكانة المرأة في يوم من الأيام ولا في زمن من الأزمان؟ لماذا إذا أردنا أن نمدح امرأة قلنا لها: أنت امرأة عن 1000 رجل؟ لكن لو جئنا إلى رجل وقلنا له: أنت رجل عن 1000 امرأة، هل سيشعر بالفخر؟ أم سيشعر بأننا ذممناه؟ لماذا؟ ما الإشكال منه؟ من يجيب؟ ما الإشكال؟ السلام عليكم. سلام. ممكن مثلا بسبب انه الرجل كبنية جسدية اقوى، وتحمل مسؤولية واتخاذ قرار من مصيري، الذي جعله أقوى؟ يعني فطرته اقوى جسديا، يعني يستطيع تحمل تعب العمل اكثر من النساء. طيب، جزء من الجواب لكن جميل. نعم، من يضيف؟ تفضل. نعم، تفضل. فيعني ما يعني لما يعني زيادة على صفات المرأة الجميلة، يعني إنه هي المرأة مخلوق جميل، زيادة عليها هاي الصفات القوية القادرة. أما الرجل فيعني ما فينا نتبع عليه صفات يعني مثلا العواطف الزائدة أو المشاعر تتحكم بتصرفاتنا، أو إنه مثلا نكون ما نعرف نتخذ قرار مصيري، أو يعني ما في، يعني هي هتقل منه. بس هي ما بتقل من المرأة، لأنه هي فطرتها بجمالها وعاطفتها. أما الرجل فهو جماله وقوته وبنيته وتحمل المسؤولية، فصفات الرجل زيادة علينا، لكن صفات المرأة نقص للرجل. طيب، إذا هذا جواب جيد لكن لم تصيب النفس. أعيد السؤال: لماذا المرأة دائما تتمنى حقوق الرجل ومكانة الرجل ودور الرجل، لا تشعر إلا أنها مظلومة لأنها لا تصل إلى ما وصل إليه الرجل؟ وهذا ما رأيناه في الرواية: تمنوا أن يبلغوا ما يبلغ الرجال. ها، إذا هذا الرجل أو هذا المخلوق القوي الأطول الأعرض الأذكى الأشد الأصلب الأكثر حزما، الذي يملك الإصرار ويملك الإرادة، والذي لماذا هو هكذا دائما عبر التاريخ في جميع الأمم؟ ماذا لدينا صحيح. الملوك والأمراء والفاتحين؟ هذا ما يشير إليه القرآن في الآية التي تكلمنا عنها: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لذلك الفكرة الأساسية في مواجهة النسوية هي فكرة التفضيل، والفكرة التي تخلى عنها الخطاب الإسلامي عن حسن التنبيه أو حسن الظن، مراعاة للمشاعر، هي فكرة التفضيل. الله عز وجل إنما خلق خلقين فاضل بينهما وفضل الرجال على النساء، وقال: لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي ما فضل به الرجال على النساء. وقال في آية القوامة: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولو بقينا نناقش النسوية من هنا إلى آخر الدهر ولم نثبت فكرة القوامة، سأرد عليكم في كل جواب تجيبون به كما رددت عليكم في بداية الأمر، وسيكون كلامي منطقي. طيب، لماذا فضل هذا المخلوق؟ لأن الله عز وجل حين خلقه ما لدورين مختلفين.
وحين أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود أمرهم أن يسجدوا لآدم. إني جاعل في الأرض خليفة، من هو؟ هو آدم. سجدوا لآدم وعلم آدم. يا آدم أنبئهم، فلما أنبأهم قال ألم أقل، يعني لو أتيت وسألت الملائكة في تلك اللحظة من هي حواء، يقول لك لا نعرف حواء، لا نرى، نرى إلا هذا المخلوق الذي أخبرنا الله عز وجل عن حواء لنا. متى ظهرت حواء؟ حين آدم هذا الخليفة دخل إلى الجنة وأراد أن يسكن، فلم يسكن بكل تلك النعم التي في الجنة حتى خلق الله له حواء من ضلعه ليسكن إليها. هذه الفكرة إذا فهمناها وأسسناها قضينا على النتوية من جذورها، وأزلنا النبتة الخبيثة اللي هي نبتة المساواة. ومع الأسف نبتة المساواة ركبت في العقل الإسلامي منذ 50 سنة، وأصبح الخطاب الإسلامي يقول ويكرر ويردد أن الله لم يفضل الرجال على النساء، وأنهما إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح، هذا في المكانة في الجنة، هذا في الثواب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن الدنيا بنيت على غير ما بنيت عليه الآخرة. الدنيا بنيت على نظام التسافر، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أو سخريا أي في سخرة بعض. لذلك ظهر أن هذا الرجل الذي أعطي هذا التفضيل في الخلق وفي العقل وفي الجسم في القوة، أنه أعطيه لدور مختلف، لم يعطى هذا التفضيل ليستعرض به أمام المرأة أو ليتعالى به على المرأة، بل ليخدم به المرأة وليحمي به المرأة ولينفق به على المرأة وليموت في سبيل حماية المرأة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، والمستضعفين من النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة. إذن فضل الرجل في أصل الخلقة وفي العقل وفي الحزم وفي مجموعة من الصفات على المرأة من أجل أن يقوم بدور مختلف، وهي لو أراد الله منها أن تقوم بنفس الدور لوجب أن يعطيها نفس الصفات. أرجوكم أغلقوا الميكروفونات ما تسمعوا. أعيد، إنما فضل الله الرجل بهذه الصفات لاختلاف الدور الذي يقوم به في ابتلاء الحياة. ما هو هذا الدور الذي سيقوم به؟ هو دور الاستخلاف. وما هي الدور الذي خلقت له هي؟ هو دور السكن. ولذلك يكرر الله عز وجل هذه المعلومة ليبين العلة من خلق المرأة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. لذلك لو بحثت في صفات المرأة وفي أخلاقها وفي شكلها وفي جمالها ستجده كله دائر حول تحقيق السكن. ولو أعطيتها 1,000,000 دولار فستصرف أغلبها على أن تكون أجمل لتكون أقدر على تحقيق هذا السكن. واضح؟ فلذلك ضعف المرأة عن الرجل هو ضعف المقصود، ولو خلقت قوية مثله لما تحقق المقصود ولا كان ذلك عيبا في المرأة. إذا القوة في المرأة والصلابة والجسم الضخم عيب في المرأة وهو مزية في الرجل، والعكس أيضا الرقة والليونة والنعومة في الرجل ضعف. فقوة الرجل كمال وقوة المرأة ضعف، وضعف الرجل كمال وضعف المرأة قوة. أخت عايدة لو تغلقين الميكروفون.
طيب قد يأتي أحد ويقول يا أخي نحن لا نسلم لك بأن الرجل خلق لغير الدور الذي خلقت له المرأة. أعطيني هذه الأدوار التي أنت تزعم أنها أدوار الاستخلاف لنرى هل المرأة مؤهلة للقيام بهذه الأدوار أم أنكم أنتم أيها الرجال الذكوريون مارستم هذه السلطة وهذه الذكورية و حرمتم المرأة من هذه الأدوار، كان يمكن أن تقوم بها خير قيام. طيب يا سيدي، تعال شوف هذه الأدوار. أول أدوار الاستخلاف هي الرسالة والنبوة. هناك مايك مفتوح يا أخوان مزمش. أول هذه الأدوار هي الرسالة والنبوة. لذلك من حق النسوية أن تعترض، لماذا يا ربي لم ترسل رسولات كما أرسلت رسلا؟ لماذا هذا الاحتقار للمرأة؟ ألا تستطيع المرأة أن تقوم بأدوار الرسالة والنبوة وينزل عليها الوحي؟ تقول فين المايك يا طيب؟ يا أخوان لو تغلقوا الميكروفونات. طيب إذن أول مهام الاستخلاف هي مهمة الرسالة والنبوة. لماذا لم يرسل الله رسولة من النساء؟ من يجيب؟ لأن المرأة ستضطر إلى الاختلاط مع الرجال عند إبلاغ الرسالة. لأنها أصلا لم تخلق لهذا الدور. بكل بساطة. لأنها لم تخلق لهذا الدور، هي خلقت ليسكن إليه. لم تخلق لأدوار الاستخدام. طيب هذا الدور نفسه يولد مجموعة من الأدوار. لأن هذه الرسالة التي نزلت سوف يكلف الرجل بإقامتها دولة. لكن يقول الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ويقول وآتيناه العلم والحكمة، آتيناه العلم والحكمة والنبوءة وارزقناهم من الطيبات. العلم والحكم والنبوءة كلهم مع بعض، أي أن هذا يولد هذا. النبوة تعطي العلم وتعطي الحكم كي تقام الشرائع. إذا لماذا ليس لدينا ملكات عبر التاريخ سواء في أمتنا أو في الأمم الأخرى؟ ليس لدينا ملكات. تأتيك بلقيس كحالة استثناء، تأتيك فلانة كحالة استثناء. لماذا؟ إنها لم تخلق لهذا، وبالتالي لم تعطى الصفات التي تؤهلها لي المنازلة والمنازعة والتدافع من أجل الحصول على هذه المكاسب. طيب إذن هذه مهمتان، هل يناقش فيهما أحد؟ لا أحد يستطيع أن يشاهد، سواء في أممنا أو في الأمم السابقة. الفراعنة كلهم رجال، لا توجد فرعون واحد. طيب المهمة الثالثة الجهاد، سيقاتل ليحمي هذه الدولة، وبنى دولة، هناك حق وباطل، سيضطر للجهاد لحماية هذه الدولة ولنشر هذه الدعوة. طيب
سنجد امرأة أو امرأتين أو ثلاث قاتلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لم يخرجوا للقتال، لم يخرجنا للقتال، إنما خرجنا لي مع أزواجهن لبعض الأدوار، فاضطررنا للقتال كما اضطرت أم عمارة، ولذلك انتهى هذا المشهد في بداية الإسلام، ولم يعد لدينا كتيبة النساء أو الفارسات. ولذلك عندما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيء، جعل للفارس سهمين وللراجل سهم، ولم يضرب للنساء بسهم. لماذا لم يضرب للنساء بسهم؟ لماذا لم يضرب لهن بسهم؟ لأنه لسنا أهل الجهاد. عندما امرأة رأى امرأة مقتولة، قال: ما كان ينبغي لهذه أن تقاتل، وما ينبغي لهذه أن تقاتل. طيب، هذه الشريعة التي نزلت على الرجل أمر بأن يقضي بها بين الناس، القضاء والحكم والفصل والنزاع، وهذا كله يحتاج إلى صلابة وخشونة، ويعرض الرجل للسجن، ويعرضه لقول الحق في وجه الباطل، فكله قام به الرجال عبر التاريخ. المهمة الرابعة من مهام الاستخلاف التأسيسي القضاء والحكم. طيب، هذه الدولة نفسها التي نزلت كرسالة وتحولت إلى دولة وجاهد ليحميها وقضى، تحتاج عمران، تحتاج بناء، تحتاج صناعات. هل المرأة مؤهلة بما أعطاه الله من الصفات لشق الطرق وحفر كذا وبناء السدود وإعمار العمارات والأهرامات؟ لا يا أخت عايدة، عندك ميكروفون مفتوح، ازعجنا. والأخ مشرف يغلق الميكروفونات. أخت عايدة، طيب تتواصلوا مع الأخوات في الخاص بدا طيب. إذن العمران وما يتعلق به كل هذه المهام الرجال، طيب أيضا سينشر هذه الرسالة وهذه العلوم التي نزلت عليه، ف يرهق عمره في نشرها وفي جمعها وفي تدوينها. لذلك لماذا لدينا الأئمة الأربعة رجال، وأصحاب الكتب التسعة رجال، والمفسرون كلهم رجال، والمحدثون الذين دونوا كتب الحديث كلهم رجال، والذين كتبوا علوم الفقه كتب الفقه، حتى مبحث الحيض والنفاس وما كتب فيه كله كتبه رجال. هذا الرجل هو الذي هيئ بعقله وبحزمه وبتفرغه وبعدم يعني انشغاله بأمور التي انشغلت بها المرأة، فعدم انشغاله بهذه الأمور جعله مؤهلا لنشر عليه. لذلك ليس لدينا إشكال أن يقال لا توجد عالمات، إن المرأة لم تخلق لهذا. ولو بحثنا في التاريخ وجمعنا كل ما يمكن أن نسميهم عالمة لما وجدنا لهن كتابا واحدا في الفقه أو في التفسير. وسنجد المرأة مشاركة متواضعة جدا في باب الرواية، رواية الأحد، أما في غيرها من الأبواب لا نجد لها مشاركة، وهذا متوافق مع خاصية الحفظ أو الحافظية التي لدى المرأة. ولذلك عندما أراد الصحابة أن يحفظوا المصحف وضعوه عند حفصة ولم يضعوه عند رجل، لماذا؟ لأن المرأة قارة في بيتها تستطيع أن تحافظ على ما تحت يدها، بخلاف الرجل
الذي يضرب في الأرض للجهاد وللتجارة. إذن المهمة السابعة التجارة وتوابعها، البيع والشراء والضرب في الأرض، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يحمل التجارة ويمشي ويقطع الفيافي ويركب البحار طيب هذه المهام السبعة تدخل تحتها جميع أنواع الوظائف والأعمال والعلوم التي يتعلمها الإنسان اليوم، تأتي لخدمة هذه الوظائف السبع، وظائف الاستشارة. بينما المرأة لديها وظائف أخرى، هي وظائف السكن أو ما نسميه الاستخلاف التكميلي. إذا هناك استخلاف تأسيسي الذي سيؤسس الدول وسيؤسس الحضارة ويصنع الحضارة. طيب الإنسان صنع الحضارة، الرجل صنع الحضارة، المرأة ماذا صنعت؟ صنعت الإنسان. إذن هما تكاملا، لذلك أدوارها تدور حول السكن البدني، السكن العاطفي، التخادم، أن تخدم هذا الرجل وهذه الأسرة، الحافظية، أن تحفظ أبناءه ونفسها وتحفظ النظام التربوي كله وتقيمه. المؤانسة والتخليد، أي أنها هي التي تخلد اسمه بالأبناء الذين يحملون اسم هذا الرجل. ولذلك لو سألتك من هو جدك العاشر قد تعرف، لكن لو سألتك من هي جدتك الثالثة لن تعرف. لماذا؟ لأن الحافظ والتخليد هو يمشي في مبدأ الاستخلاف أو مبدأ الخليفة. إذن هذا التكامل في الوظيفتين هو ما ينبغي أن يجيب عن سؤال أين المرأة في التاريخ الإسلامي؟ هذا الهرم الذي أمامكم نسميه هرم الرقي الإنساني، أعلى ما وصل إليه الإنسان من الرقي والحضارة. سنجد الأنبياء والرسل هم أعلى الناس. طيب، هل فيهم نساء؟ ما في نساء. طيب بعدهم يأتي من؟ يأتي بعد الأنبياء والرسل، يأتي كبار الصحابة، كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كبار صحابة الصحيفة، وكبار صحابة موسى، والعشرة المبشرون وأهل بدر، كلهم تجدهم رجال إلا قليل من النساء، عائشة، فاطمة، فلانة، فلانة، أبو بكر، عمر، خالد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، اسمها جبال. طيب بعد هذا نأتي إلى العلماء والفقهاء السبعة وإما الأربعة ونقاد الحديث الذين دوروا المذاهب. أين المرأة؟ لا نجدها إلا مشاركة يسيرة في الرواية كما قلت. طيب نأتي إلى المجاهدون الفاتحون الذين أقاموا الدول، ماذا نجد المرأة؟ نأتي إلى طائفة العباد والزهاد و السري و ابن أدهم و عباد كثر صنف، ما نجد رابعة العدوية واحدة أو اثنين. لماذا المرأة دائما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. إذا لاحظوا الفرق بين أربعة وكثير، أي عدد غير محسن. لكن خلف هذا الهرم نجد هرما آخر، هذا الهرم الوردي هو الذي صنع كل هذا، فهي التي ربت العالم، وهي مريم أم عيسى، وهي آمنة أم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أم الشافعي وأم إمام أحمد إذن هي قدمت. لا يأتي أحد ويبحث عنها في التاريخ بإنظار الرجل، سيراها صغيرة جدا ولا يراها أصلا. وسنبدأ نضخم ونكذب على التاريخ ونقول كانت المرأة شارة، لا، لم تشارك. إذا جمعت مشاركتها فيما قدمه الرجل تصبح كأنك تسخر منها، كأنك تأتي بقط تضعه وسط مجموعة من الكلاب وتقول له يلا دافع مثل الكلاب واعمل ما يعملون، تسخر مني، أنا لم أخلق لي هذا الدور، أنا من دور آخر بقط. وهكذا لو قارنت بين أي مخلوقين فاضل الله بينهما في الصفات، تجد أن الخطأ فيك أنت، لأنك أنت بدأت تقارن وأنت بدأت تبحث عن المرأة في أطوار الرجال. وبالتالي بدل
هذا النقاش الطويل العريض مع النسوية، وأن المرأة فعلت، لا نحن كان لدينا المرأة في كذا، وكان لدينا المرأة الشفاء، كانت وزيرة لدى عمر الخطاب. هذه كذبة، هذا افتراء. أبناء الشفاء نفسهم قالوا لم يكلف عمر بأي شيء من عمله، وما كان عمر رضي الله عنه يترك الرجال ويكلف النساء. إذا هذا الصراع الطويل الذي قضيناه في محاولة بيان أن الإسلام كرم المرأة ولم يظلمها، ولم، هو مبني على مغالطة سابقة، وهي فكرة المساواة. حين تبطن المساواة تصبح كل هذه الأحكام الشرعية بالنسبة لك مشكلة. لماذا دية الرجل تعف دية المرأة؟ لماذا عندما يولد لك ذكر تذبح خروفين وتولد أنثى تذبح خروف؟ لماذا الرجل يتزوج ما شاء من النساء ويطلق أربعة ويطلق، والغد اليوم الثاني يتزوج، والمرأة لا تنتظر ولديها عدة، ولا يجوز أن تتزوج أكثر من رجل، ولا ينكحها الكتابي والمسلم ينكح الكتابي. تبدأ تجد هذه الفروقات كثيرة ومرهقة ومحرجة، تقع في الحرج الحضاري. لماذا أعطى الله للرجل الحق أن يضرب المرأة إذا عصته؟ لا يمكن أن تستوعبها إذا ابتلعت فكرة المساواة. لكن إذا فهمت التفضيل، وفهمت أن الرجل خلق للاستخلاف والمرأة خلقت للسكن، تبدأ كل هذه الأحكام الشرعية تأخذ مكانها الطبيعي. تبدأ تشعر أن إكرام الله للمرأة يتجلى في ثلاثة أمور. كيف أكرم الله المرأة؟ كيف أكرم الإسلام المرأة؟ أكرمها من خلال ثلاثة أشياء. إكرام الله للمرأة هو أولا بإخدامها الرجل. هذا الرجل اللي حدثناكم عنه وقلنا لكم أنه خليفة، وأنه أعطي الصفات القوية ليجمع المال وكذا، نسيت أن أقول لكم شيئا، وما أنساني إلا الشيطان وإزعاج الأخت هدى. طيب، هذه الصفات السبعة كلها تتطلب صفة أساسية موجودة عند الرجل وليست موجودة عند المرأة، وهي الخصام. الخصام المقصود به القدرة على تنازع الحقوق، القدرة على انتزاع الحقوق. والله عز وجل وصف المرأة في القرآن أنها تنشأ في الحلية وأنها في الخصام غير مبين. لذلك القضاء، الحكم، التجارة، العلم نفسه، العلم يحتاج إلى خصومات، خصومات العلم من أشد الخصومات، والردود والمذاهب والصواعق المحرقة على الجهمية الكذا، صراع العلم فيه صراع. هذا الخصام هي خاصية مرتبطة بالذكورة، ولذلك خذ يعني مكان فيه اسطبل فيه 100 نعجة لن يتضاربا، جيب خروفين سيتناطحان. خصام مرتبط بهرمون اسمه التستوستيرون، الذي هو هرمون الذكورة والذي يقتضي التنازع، بينما هرمون الهيستامين أو هرمون الأنوثة يقتضي التجاذب والتقارب والوئام. واضح؟ وبالتالي إذا خرجت هي لهذه المهام السبعة وهي لا تملك الخصام، فإنها تؤكل وتغلب. فإذا تصنعت هذا الخصام وغيرت في خصائصها أصبحت رجلا بشعر طويل، فقدت أنوثتها. واضح؟ لكن هذا الرجل بكل هذه القوة وبكل هذا الكسب إنما يجري من أجل امرأة. حتى في القصص الدرامية وفي الأفلام دائما في آخر المطاف هناك امرأة يقاتل من أجلها البطل، البطل دائما يقاتل من أجل امرأة. نرجع إلى الـ MMW، أن حركة الرجل هذه، فحتى أولئك الذين يذهبون ويبحثون عن الكنز ويبحثون عن الذهب ويستكشفون الذهب، الذهب هو أصل التعاملات، والذهب إنما يوضع حلية لدى النساء،
ولذلك يقول أفلاطون: لولا المرأة لم يكن للذهب قيمة، لولا النساء لم يكن للذهب قيمة، ويقال لولا النساء لم يكن للمال قيمة. واضح؟ فإذا هذا الرجل إنما يسعى في خدمة هذه المرأة، وأودع فيه من الحمية ومن الغيرة ومن الشفقة ومن الشهوة ما يجعله يأوي إليها ويسكن إليها، فحركته واضطرابه وسعيه إنما من أجل المرأة، وهذا أهم إكرام للمرأة. فإذا قلنا للمرأة: لا، اذهبي أنت بنفسك واكسبي هذا المال، هل نحن هنا أكرمناها أم أهناها؟ واضح؟ لما يأتيك الضيف تريد أن تكرمه، تذهب وتحضر له الطعام وتحضر له كل شيء. لو قلت للضيف: قم أنت واذهب واشتري اللحم واشتري وتعال وطبخ، لم تبقى أكرمته. فأساس ما ينبغي أن تفهمه المرأة المسلمة أن الحق في حقها الذي ينبغي أن تطالب به هو الحق في عدم العمل، الحق في عدم العمل، الحق في ألا تحتاج أن تقوت نفسها. لماذا؟ لأن مهمة التكسب هي مهمة جالبة لمظاهر الشقاء الأربعة المذكورة في سورة طه. مظاهر الشقاء الأربعة المذكورة في سورة طه حين قال: إن هذا عدو يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فلا يخرجنكما من الجنة، ما قال فتشقيا، قال فتشقى. ثم قال له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذه الأربعة هي لوازم الكسب: أن تجوع، أن تعرى، أن تظمأ، أن تضحى. لماذا سيعرى؟ لأنه سيحمل، سيغوص، سيفلح، فبالتالي سيضطر أن يعري عن أكتافه، سيضحى، ستصيبه الشمس، يضحو أثر الشمس بالوجه. هل المرأة ستضحى؟ لا، المرأة دائما في الظل. هل المرأة ستعرى؟ لا، دائما بحجابها وبعفتها. هل ستجوع وتظمأ؟ لا، لأن لا تبتعد عن مكان العيش. ما هو، فسيركب البحر فيظمأ، سيقطع الصحاري فيظمأ ويجوع ويتعرض لكل ذلك. إذا أول إكرام الله للمرأة أنه أخدمها الرجل. إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها قبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستطيعون. لم يفكر في نفسه، هكذا الرجل يفكر في أن يأذيها بنار لتدفع، وهذا يفعله وفق القانون الغرائزي اللي قلنا لكم هو أقوى القوانين الثلاثة. لا يحتاج إلى أخلاق حتى يفعل هذا، هو بغريزته يفعل هذا، والأخلاق تعزز ذلك. هل هذا إكرام أم ليس بإكرام؟ هل الإكرام أقول للمرأة اذهبي وعري نفسك كي تكتسبي؟ لاحظوا علاقة التكسب بالتعري. المرأة عندما تخرج العمل لابد أن تتعرى جزئيا، أو يختلف ذلك حسب المجتمعات، لابد أن تبني شيئا على الأقل وجهها، لأنها تبيع وتشتري وتعطي وتأخذ وتقنع الزبون، ولا بد أن ترضي الزبون، وبالتالي لابد أن تبتسم له هو حتى يشتري منك. فلكي لا تتعرض لهذه الإهانة ولهذا التحرش، أكرمها الله عز وجل بأن أخدمها الرجل. ولذلك عندما تأتي النسوية وتقول: حق المرأة في العمل، أقول: لا، أخطأت. حق المرأة في أن يعمل لها، حق المرأة في أن لا تعمل، حق المرأة في أن تبقى مع طفلها 24 ساعة لا تذهل المرضعة عن رضيعها. يقول تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
متى تذهل المرضعة عما حصل؟ فقط في يوم القيامة، في أهون يوم القيامة. لذلك إذا رأيت امرأة اليوم طفلها عمره 3 أشهر و6 أشهر وتذهل عنه تتركه وتذهب إلى تجري إلى العمل، قل لها أنت مهانة، أنت لست مكرمة، هذا ليس حق من حقوقك. أحق حقوقك أن يأخذ هذه الوظيفة الرجل ويأتيك بكل ما يكسبه منها وهو يضحك. طيب، الحق الثاني أو الإكرام الثاني للمرأة هو الإخفاء. المرأة عندما تبعد عن الرجال تزيد قيمتها، فإذا خفيت عظمت وارتفعت مهورها وأصبحت مطلوبة ومرغوبة، فالإخفاء رفع للقيمة. الإكرام الثالث هو الإعفاء. الإعفاء هذه المهام السبعة التي كلمناكم عنها والتي من أجلها يقتل الرجل ويسجن وتطير الرقاب. شوفوا مثلا مهمة حماية الدين وحماية البيضة، الجهاد، إعفاء، أن يعفي الله عز وجل المرأة منها، فلا هي تملك قوتها ولا هي تملك جلدها ولا تتحمل الألم ولا تتحمل الحر ولا تتحمل، ووجودها وسط الأعداء خطر، يأخذها الأعداء فينالون منها ما لا ينالونه من الرجل. العلم ونشره وجمعه والسفر له. شوف البخاري، البخاري ما جلس في داره قط، من مدينة إلى مدينة ومن صحراء إلى صحراء ومن رحلة إلى رحلة، لكي يسد عن الأمة هذا الثغر ويجمع لهم حديث الرسول. لا يمكن للمرأة أن تقوم هذه الأدوار، ولو أردنا منها أن تقوم هذه الأدوار فسنأمرها بعكس ما أمرها الشرع، سنخرجها من بيتها وسنجعلها تلازم الرجال وسنجعلها تنشغل عن حقوقها الأخرى، عن حقوق الزوج وحقوق الأبناء، وسنقطع قلبها ببعدها عن أبنائها. لا يمكن، لا يعقل، مستحيل أن يكون هذا دين الله. فإعفاء المرأة من هذه المهام هو ما يجسده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. خلقت ليسكن إليك رجل، فإذا سكن إليك هذا الرجل فأنت معه بمنزلته في الجنة. الآن الإمام أحمد مثلا، الإمام الشافعي ولا مالك ولا غيره من الأئمة العظام، خدموا الإسلام وقدموا ما لم يقدمه أحد، ولذلك يستحقون إن شاء الله المكانة العليا في الجنة. طيب زوجاتهم أين؟ أين زوجاتهم؟ في أي مكانة في الجنة؟ ها، يبدو الميكروفونات لا تفتح. طيب زوجاتهم معهم في نفس المقام. طيب هل قدمنا نفس ما قدم الإمام أحمد؟ لا، ما قدمت، لكنها برحمة الله وفضله تنال بالإعفاء، مفهوم الإعفاء. الله عز وجل أعفاها من هذه المهام، وبالتالي يعطيها الجنة بطرق أسهل. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت نفسها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الرجل حتى يصل إلى الأبواب الثمانية يحتاج إلى جهد كبير، فهذا إعفاء، إعفاء، فأعطاها من الدين ومن التكاليف على قدرها، ربع عمرها لا تصلي فيه. الأحكام هذه التي يسميها الفقهاء الواجب الكفائي الذي يأثم الرجال بالفقه، لا يأثم النساء، الجمعة والجماعات والجهاد وإقامة الحدود، لا تأثم المرأة إذا لم تطبق الحدود، لأنها ليست مكلفة بذلك. إذا لم تطبق الشريعة لا تأثم النساء، وأمرنا هن بما يتوافق مع خصائصهن، وهذا غاية التكريم. فإذا جئت أنت وكذبت عليها وقلت لها دورك كدور الرجال، وبدأت تأتي ببعض الأحاديث كما فعل أبو شقة وشق صف المسلمين بكتابه المشؤوم تحرير المرأة في عصر الرسالة، والذي جمع فيه استثناءات هنا وهناك وقسمها على سمي هذا النموذج. مثلا يأتيك ب10 أحاديث من المرأة خرجت، وب10 نساء، ما يقول لك إذن هكذا المرأة كانت. لا، هي فقط 10، تلك العشرة هي الموجودة فقط، لا يوجد غيرها، لا تقيس عليها.
وعندما نناقش هذه ال10 حالات نجد أن جزءا كبيرا منها كان قبل السنة الرابعة، أي قبل نزول الحجاب، أو السنة الخامسة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول الحجاب إلا 5 أو 6 سنوات. وبالتالي أغلب الأحكام التي تمر كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء كانت قبل الحجاب، كما قالت عائشة: وكان رآني قبل الحجاب. ثم أحكام متعلقة بالإماء، وإذا بجارية سوداء تضرب الدف، جارية سوداء، هذه جواري، جواري لهن حكم آخر. وهكذا، لا نريد أن نناقش كل حديث على حدة، ولكن يوجد كتاب سوف أضعه لكم إن شاء الله تستفيدون منه في نقد هذه الأحاديث، كتاب اختلاط للشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله. إذا الجواب عن إشكال النسوية الإسلامية هو ما يهمنا، هي فكرة إشغال المرأة بمهام الاستخلاف السابق، والكذب عليها بأن يجب أن يكون لها دور في المجتمع في هذه المهام التي كلفت بها الرجل. فهنا تتعرض المرأة للإرهاق، وتتعرض للخروج من البيت، وتتعرض للعنوسة، وتتعرض لتأخر الزواج، لأن هذه المهام إذا أخذنا كل مهمة منها فهي تحتاج إلى 10 ساعات من العمل يوميا، بين نقل وبين عمل وبين. طيب إذا خرجت المرأة 10 ساعات يوميا ضاعت الأسرة وضاعت الأبناء وتغيرت أولوياتها، صارت أولوياتها الوظيفة والعمل ليس الزواج، بالتالي ظهرت العنوسة، وبالتالي لاحظتم كيف يصير المجتمع بسبب فكرة بسيطة، عمل المرأة التي تغذيها فكرة النسوية، كيف يتحول المجتمع وينهار من داخله، مصداقا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال. أسأل الله عز وجل أن يكون ما قلته فاتحة خير لمزيد من الأفكار، ومزيد من تجديد الخطاب الديني ليعود إلى أصله ويعود إلى فكرته. سأترك لكم أيضا في المجموعة كتابي الخليفة وسكنه، والذي يؤصل لهذا الفصل التاريخي الذي حدث بين المرأة والرجل. هذا الفصل سببه أن الرجل اشتغل بمهام الاستخلاف، والمرأة اشتغلت بمهام السكن، ولا عير الرجل المرأة بمهام السكن، ولا اعتبر ذلك منقصة فيها، ولا اعتبرت المرأة ذلك منقصة فيها، إنما افتخرت بأبنائها وافتخرت بالمجاهدين الذين ترسلهم إلى ساحة المعركة، كما افتخرت الخنساء بأبنائها الأربعة الذين جاهدوا بأيديهم القوية، وهي ليس لديها يد قوية تساعدها على الجهاد، لكن أبناؤها جاهدوا عليها. فهذا التكامل وهذا التخادم التكاملي هو ما نفتقده اليوم، ولذلك إذا لم نؤصل لخطاب جديد يختلف عن خطاب: لا، المرأة في الإسلام شاركت وكانت لدينا الطبيبة والتاجرة، هذا كله كذب، هذا كله بروباغندا، وهذا كله تماشي مع الخطاب العالمي. خديجة رضي الله عنها لم تكن تاجرة، لم تخرج يوما للتجارة، لم تبيع ولم تشتري، لم تركب الجمل وتذهب في رحلة الشتاء والصيف لشراء البضاعة وبيعها، لم يعني تفرش بضاعتها في سوق عكاظ، لم تقم بأي دور من أدوار التجارة، كان لديها مال ورثته عن زوجها تعطيه لبعض الرجال يتاجرون به ويعطونها الربح. هي ليست تاجرة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة التجارة. رفيدة رضي الله عنها أسعفت مريضا أو مريضين وانتهى الأمر. ولذلك لدينا ابن سينا وابن رشد والأطباء، وليس لدينا أي طبيب منها. كان هناك تخصص مسكته المرأة وطورته، وهو قبالة النساء وتوليد النساء. هذا أمر مختلف. إذن يجب أن نهدم هذا الخطاب النسوي من أساسه، ونعيد بناء صورة جديدة للمجتمع المسلم فيه الرجال يخرجون للأعمال والنساء قارات في البيوت. طيب سيأتي وقت يقول سنحتاج طبيبة ونحتاج، عندما يأتي هذا الاحتياج الضرورة تقدر بقدرها. كم طبيبة تحتاج؟ والله أحتاج في هذه المدينة 10. طيب خذ 10 طبيبات وعلمهم في ظرف معين، وجعل لهم كلية خاصة بهم، خليهم يسدون الفراغ. أما أن
نخلط المجتمع كله رجال ونساء ونقول نحن بحاجة للطبيبات، فهذا من باب كلمة حق أريد به وأقول أقول ما سمعت، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العمل وفي هذا الجمع ويوفقنا وإياكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يوجد أسئلة أو شيء؟ مرحبا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام السلام ورحمة الله عليكم، وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وفعلا قدمت ما يحتاجه المجتمع، جزاكم الله خير كثير. ويا ريت يعني لو تخلي لنا رقمك أو وسائل التواصل معك، يعني هنحتاجك في أمور كثيرة إن شاء الله. شكرا لكم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم. الأخت تقول: كيف تتصرف الفتاة مع ولي أمرها الذي يرفض الإنفاق عليها على أساس أنه صرف على دراستها؟ وهذا الحق الذي ينبغي أن تطالب به المرأة، تطالب بحق الإنفاق عليها، وأن لا تعتبر ذلك منقصة في حقها، لأن الفكرة النسوية تجعلها مكلفة من المجتمع أن تنفق على نفسها، وهذا أخطر ما يقع للمرأة، لأن إكراهها على العمل يجعلها تتعرض أو تتعايش مع التحرش، وتتعايش مع التجاوزات، وتتعايش مع الفرص التي تتاح لها. لماذا؟ لأن وراءها ضغط. فإذا وضع المجتمع عباءة الإنفاق أزالها عن الرجل ووضع على المرأة، مباشرة تعرض عرضها للخطر. وتعرفون الحديث ثلاثة الذين في الغار، الذي راود ابنة عمه فلما احتاجت إلى المال تنازلت. ولكي لا تحتاج المرأة إلى هذا المال، ولكي لا تقع في هذا الموقف، أعفاها الإسلام من الإنفاق من الأساس، حتى لا يكرهها ولي أمرها على العمل. وهنا أذكر أن كثير من أعمال اليوم هي نوع من أنواع البغاء. أي عمل يجبر المرأة على لبس معين تظهر فيه زينتها، ويجبرها على مكياج وعلى شكل معين مثل مضيفات الطيران أو غيره، وهذا من البغاء، لأنه مال مقابل أن تبرز جمالها وتبرز مفاتنها. فأي عمل يتطلب من المرأة إبراز المفاتن مقابل المال هو بغاء. و قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يشمل هذا النوع من الاعمال. فتجد وليها يامرها ان تعمل هذه الاعمال التي فيها تبرج وفيها سفور وفيها احتكاك بالرجال وفيها تزامل مع الرجال. ومصطلح تزامل هو مصطلح دقيق، ليس هو الاختلاط. اختلاط فتكلمون في حكمه، لكن التزامل لا يوجد من يبيحه ابدا، وهو بقاء المرأة مع الرجل في مكان واحد 8 ساعات كل يوم لمدة 30 عاما أو 25 عاما أو أكثر أوقات. فهذا له حكم مختلف، وهو الذي يسقط الكلفة ويجرئ الرجال على النساء ويفسد المرأة على زوجها ويحدث من المفاسد، والله أعلم. فإذا المؤمنة وضعت في هذا الموقف، كان وليها يطلب منها أن تكتسب، فهي هنا في حكم المضطرة. ويجب أن نحول المجتمع في موضوع عمل المرأة من أمنية إلى مشكلة تدعو الله المرأة ألا تقع فيها. واضح؟ يجب أن نحول الحلم، لا يصبح والله ابنتي ما شاء الله تدرس في كلية الهندسة ما شاء الله وبلحيتي طويلة. يا رجل أنت لا تفهم شيء من الشريعة، ابنتك أنت الآن تضعها في عمق مهام الاستخلاف التي لم تكلف بها، وتجعلها تدرس علوم استخلاف، وهذا سيشغلها عن بيتها وأولادها، ويعرضها للاختلاط ويعرضها للتزامل، سيجر عليها لائحة مفاسد. مع الأسف التيار الإسلامي اليوم طبيعي جدا، ابنتي تدرس طب أسنان، وابنتي تدرس هندسة، وابنتي تدرس، ونحن
نسينا تماما الدور الذي خلقت على المرأة، ولذلك ظهر عندنا الأنوثة وظهر عندنا الطلاق وظهر عندنا كله بسبب أن المرأة لديها حلم. فإذا أصبح لديها حلم أصبح الزواج عائقا عن حلمها، وأصبح الأبناء عائقا عن تحقيق حلمها. فإذا جاءت بالأبناء أرمتهم إلى الخادمات، وأصبح لدينا ظاهرة في بعض المجتمعات تسميها أبناء الخادمات، أبناء مختلفون تماما بصفات مختلفة بهوية مختلفة، ينتمي إلى هذه الخادمة أكثر ما ينتمي إلى أمه، حتى في ذوق الطعام يحب الأكل الهندي، لماذا؟ لأنه ربته خادمة هندية، وهكذا. إذا الإكراه هذا إذا وقع على المرأة فيجب أن تدعو الله عز وجل وتجتهد في الخروج. هناك حل آخر، أن تتعلم بعض المهن التي يمكن ممارستها عن بعد، مثل البرمجة والتصميم والترجمة وبعض الأعمال التي قد تريحها من جزء من المخاطر، وهو جزء الخروج والاحتكاك. نعم، تفضلي أخت خديجة. السلام عليكم. نعم تفضلي. يعني الآن نعيش في واقع يعني المرأة تخرج فيه إلى العمل، يعني مثلا أنا أعمل، أنا مدرسة، فلذلك يعني هل هناك بعض الضوابط الشرعية أو بعض الأشياء التي يمكن أن نضع يعني من خلالها هذه قوانين؟ هذه القوانين هي تضبط عمل المرأة، تضبط عمل المرأة المسلمة، أفضل من أن نقول أن لا تعمل المرأة، لأن بالنهاية المرأة تعمل، نحن الآن أمام واقع والمرأة تعمل فيه، ومهنة التعليم هي مهنة مهمة مثلا، مهن أخرى كما قلتم الطبابة النسائية وبعض الأشياء الأخرى، يعني هي مهن مهمة، فلذلك يعني المرأة أفضل أن تقوم بها من غيرها. فلذلك يعني هل هناك ضوابط، هل فكرتم مثلا، أو هل هناك في الشريعة الإسلامية ضوابط لعمل المرأة؟ هذا السؤال. لا توجد ضوابط في الشريعة لعمل المرأة، وكل ما يتكلم عنه بعض العلماء هو من باب ترقيع واقع موجود، وهذا الترقيع لم يعطي نتيجة، لأن في الأخير فرض علينا هذا النظام. طيب ماذا نفعل الآن؟ هل نقول للنساء ارجعوا للبيوت؟ طيب عندها التزامات، عندها ظروف قاسية، عندها زوج لا يملك المال الكافي، يجب أن نتعامل مع هذا الواقع على أنه مشكلة اجتماعية وأنه مرض وابتلاء أصاب الأمة، لا نجعله يتسلسل فينا. يعني أنا الآن ابتليت بالتعليم، طيب في التعليم سأخرج كل يوم، طيب سأشتغل 8 ساعات، طيب أبنائي في فترة الشهور الأولى أين أتركه؟ فأتدبر الأمر إما عند الحضانة أو عند كذا، فبالتالي ضيعت جزء من حقوق هذا الطفل اللي هو حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ضيعت وتركته وهو في أمس الحاجة إليه. فالآن في علم النفس أن الطفل الرضيع عندما تترك أمه يبقى في حالة رعب إلى أن تعود أمه، لأنه لا يأنس لأي صوت آخر، فيبقى كشخص معلق بين السماء والأرض إلى أن ترجع أمه، وهذا سبب كثير من الأمراض التي ظهرت في المجتمع. طيب هل هذه المهام فعلا مهمة؟ مثلا أنا الآن التعليم أذهب أعلم البنات، هل أيها الشر لديك مشكلة في أن يعلم الرجل الشيخ الوقور مجموعة من البنات على مرأة ومسمع بدون خلوة بدون ويعلمهم ما يحتاجن إليه؟ ليس هناك إشكال في الشرع. طب لماذا أحتاج أن أجعل امرأة في أحرج السن من سنواتها وسن الشباب، أجعلها تخرج كل يوم وتحتاج إلى الركوب وتحتاج إلى التأخر في الليل وتحتاج إذا أنا أيها الرجل هنا أتحمل الملامة، أنا لم أقم بدوري. وبالتالي يجب أن ننظر إلى هذا الواقع على أنه مشكلة ينبغي أن نصلحها، ونحن نعذر هذه المرأة التي خرجت، لكن لا نفتخر بها، لا نقول والله أنا الحمد لله بناتي كلهن يخرجن، لا أقول مع الأسف بنتي تضطر إلى أن تعمل لأن زوجها لا يكسب المال. هنا فرق كبير في التوجه. ولذلك لو عرضت أعمال النساء اليوم لوجدت أن 99% من الأعمال يمكن للرجال أن يقوموا بها، حتى الطب 80% من أنواع الطب يمكن للرجال أن يقوموا به إلا طب النساء والولادة، هذا يمكن أن تتخصص فيه النساء. طيب ستبدو الفكرة صعبة، ولكنها هو الحل العلاج الضروري
إعادة ما يمكن إعادته من المجتمع. عندنا في المغرب عدد المواليد خارج إطار الزواج، أبناء اللقطاء، تجاوز 1.5 مليون، بقي 1.5 مليون. بسبب ماذا؟ بسبب هذا الكلام. ضوابط. طيب أنت تعلم أن هذه الضوابط لا تنضبط، وأن العمل لا يمكن لمدير أن يأتي ويريد أن يجتمع مع موظفة ويقول لها تفضلي أريد أن أراجع معك الحساب. لا يمكن تقول لا لا أنا أغلق أفتح الباب وإلا سأترك العمل، لا يمكن. ولذلك الفقهاء عندما يتكلمون يقولون إذا فسد الزمان تتغير الأحكام. عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه النساء لمنعهن المساجد. عائشة في ذلك الزمان لو رأى رسول ما أحدث النساء، فهي تتكلم عن القرون المفضلة. طيب ما الإشكال في أن تعلم المرأة المرأة؟ الإشكال أن هذه المرأة التي كلفناها بالتعليم أصبحت تخرج كل يوم، وبالتالي ضيعت بيتها، ضيعت أسرتها، ضيعت أطفالها، تعرضت للفتن خارج البيت، تعرضت. والسؤال الذي يطرح بعد هذا هو سؤال مهم، ما الذي ينبغي أن تتعلمه المرأة؟ إذا عرفنا أن هناك مهام استخلاف، وهذه مهام الاستخلاف لديها علوم استخلاف، مثلا الاقتصاد والتجارة والسياسة والقانون والإعلام، هذه كلها علوم استخلاف لا تحتاجها المرأة، وإذا تعلمتها فسيضيع هذا العلم لأنها ستبقى في البيت. الآن لو علمنا امرأة علم الفلك، هل تستطيع أن تبيت ليالي طويلة في المراصد ترصد النجوم؟ لا تستطيع، وبالتالي لم تتعلم هذا العلم سابقا ولن تحتاجه الآن، إلا إذا أردنا أن نجعل مجتمعنا مثل المجتمع الغربي لا فرق فيه بين الرجل. طيب علم التجارة الدولية لماذا تدرس؟ علم الإعلام لماذا تدرس؟ الرجل الثاني يقوم بكل هذا. فللإجابة عن هذا السؤال لدينا مشروع كامل اسمه أكاديمية هندسة الأجيال. أكاديمية هندسة الأجيال هي أكاديمية متخصصة للمرأة عن بعد، تدرس أونلاين عن بعد وهي في بيتها، تدرس كل العلوم التي تحتاجها في وظيفة السكن وليس علوم السكن. علم النفس، علم التربية، علم التغذية، علم الأخلاق، علم التاريخ، مجموعة من العلوم تفيدها في دورها الرسالي. إذن الإشكال في خروج المرأة للعمل حين يتحول إلى ظاهرة مجتمعية. أما امرأة خرجت لظرف وكذا وكذا كذا، هذا كله يقدر بقدرنا. فالخطاب الذي نقدمه يجب أن يكون خطابا بديلا وخطابا فارقا بين الحق والباطل. أما هذه لا تخرج بضوابط، نحن نعلم أن هذه الضوابط أولها القرار في البيت. أول ضابط لعمل المرأة أن تقرر في البيت. هل يمكن أن يتحقق هذا الضابط؟ لا يمكن، لأن يعني العمل يقتضي الخروج. الضابط الثاني أن لا يشغلها عن زوجها وأبنائها. هل يمكن أن يتحقق هذا الضابط؟ الضابط الثالث أن لا يجعلها تحتك بالرجال إلا في الحد الأدنى. والضابط الرابع إن أضفناه أن تكون قد تجاوزت سن الخطر، وذلك يسميها الفقهاء المرأة المتجلة التي كبرت والتي لم يعد يعلق بها النظر ويعلق بها السمع ويعلق بها. واضح؟ إن هذه الضوابط لا يمكن توفرها في بيئة العمل الحالية، وبالتالي يجب أن نجعل هدف المرأة المسلمة أن تخدم لا أن تخدم، أن تخدم لا أن تخدم، ونعيد لها إكرام الله عز وجل بالإخدام الذي هو حق من حقوقك أختي الفاضلة. فأكبر حق من حقوقك لا تحتاجي إلى الاستيقاظ باكرا وأنت في مرحلة الحيض أو في مرحلة الحمل أو في مرحلة النفاس، تستيقظي باكرا وتخرجي وتجري وتتركي أطفالك، هذا ظلم لك. إخراج المرأة للتكسب ظلم لها واعتداء على أنوثتها وعلى أطفالها، ويجب علينا أن نتكاثف لرفع هذا الظلم الذي أصاب المرأة. إذن أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر أكاديمية